دلوقتي مع اليهود في منطقة ايه؟ ثم رددنا لكم الكرة عليهم. ومتى تنتهي هذه الكرة؟ حين نعود ثانيا عبادا لله. فإن شئتم فأطيلوها وإن شئتم فقصروها، وادخلوا المسألة على أنها أمر ديني، فتأخذوه على أنه أمر عربي ولا أمر سياسي ولا أمر حاجة، لا إيمانيا إسلاميا، وذلك لا يكون إلا إذا كنا جميعا عبادا. فإذا كنا عبادا لله لن يتمكنوا منا. الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم بقضية قرآنية لا بد أن تأتي القضية الكونية مصدقة لها. صلاح الدين الأيوبي يوم أن حرر المسجد الأقصى قال لمن احتل المسجد الأقصى، قال أقسم لكم أنكم لن تعودوا للمسجد الأقصى ما دمنا رجال. ما دام أن هناك رجال لم تعودوا للمسجد الأقصى، وما عادوا للمسجد الأقصى إلا أن يوم مات صلاح الدين ومات الرجال من بعد. متابعينا الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في حلقة جديدة من قضايا الساعة. كالعادة برحب بحضراتكم وبرحب بحضرتك يا أستاذ. برحب بحضرتك يا دكتور. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا دكتور. استكمالا لما قد بدأنا الحلقة السابقة واستكمالا لتحليل خطاب السيد حسن نصر الله، صرح السيد حسن نصر الله: تحملنا المسؤولية وصبرنا سيكون نتيجته النصر الأكيد. وأضاف أن هناك هدفين للمقاومة: الهدف الأول وقف العدوان، والهدف الثاني هو انتصار غزة وبالتحديد انتصار حماس. كما ذكر غزة ستنتصر وفلسطين ستنتصر. على الجانب الآخر صرح نتنياهو: عدونا سيفشل في تدمير دولة إسرائيل وسنقضي على حماس ونحقق أهدافنا. في رؤية حضرتك بعد الثبات والقوة التي تحدث بها السيد حسن نصر الله، أن ظهور قادة إسرائيل للرد بتلك التصريحات وظهور بلينكين لدعم إسرائيل مرة أخرى ما هو إلا لإراقة ماء الوجه بعدما صفعهما السيد نصر الله في خطابه عدة مرات، وخاصة بعدما ذكر الفشل الأمريكي عندما قال: تذكروا هزيمتكم في لبنان والعراق وأفغانستان وخروجكم المذل من أفغانستان، والذين هزموكم في بداية الثمانينيات ما زالوا على قيد الحياة ومعهم اليوم أولادهم وأحفادهم، أم أنه تهديد فعلي منهم باستكمال تلك المجازر بعدما ادعوا الالتزام بهدنة إنسانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آلك يا سيدي يا محمد، يا سيدي يا محمد، يا حبيب الله، يا نبي الله، قدر مقامك ومقدار قدرك وقدر لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الاستمرار في تحليل خطاب سماحة السيد ما بين قوسين، لا أدري الحلقة دي ممكن تذاع ويكون بدأ خطابه الثاني، الله أعلم. لكن على كل الأحوال يعني نمسك بموضوعية الأمور. الحرب حاليا في الميدان، ميدان القتال، ولكن الحرب الإعلامية والنفسية والدعائية قائمة على قدم وساق. فيما يتعلق بالعدو، وضع طبيعي جدا أنه يستخدم أسلوب التهديد والوعيد اللي هو لا يملك في الحقيقة غيره، حتى في إشارة سماحة السيد إلى طبيعة المقاتل الفلسطيني. دي نقطة مهمة جدا وجديرة بالتحليل والوقوف عندما تحدث عن الشاب اللي فجأة طلع من النفق واعتلى المركبة وتعامل معها وحط العبوة الناسفة. المشهد أعتقد أن كل العالم وقف معه، أن يعني هذا الإقدام الهائل، وهو عندما تحرك هذه الحركة يعلم أنه وضع روحه على كفه. فهنا المفارقة اللي بيقصدها سماحة السيد وغير سماحة السيد، يعني العالم كله يرى طبيعة الأمر اللي حدث. أقدر أقول إن هو سماحة السيد بيتكلم عن الذات الفلسطينية،
زمان كده لما السادات عليه رحمة الله كتب المذكرات اللي هي البحث عن الذات، وطبعا بين قوسين دي بعرج بيها عشان مثلا اللي بيلاسنوا سماحة السيد او بيلاسنوا المقاومة، كل الرجال العظماء بيحطوا الحاجات دي تحت رجليهم يعني تحت احذيتهم. وقتها طلع اللي يسخر برضو من السادات يقول لك البحث عن الزيت، يعني هي طوابير الزيت والسكر والحاجات دي. فطول عمر العدو الصهيوني له عملاء وخبساء، وده وضع طبيعي حتى ايام سيدنا النبي صلى الله عليه واله، يعني ما ربنا تحدث عن المرجفين في المدينه وعن الشكاكين وعن المنافقين. احنا عندنا بقى طوابير بتصنع صناعه، ولعلي اشرت بين قوسين ان من ساعه 25 كوارث دي كانت هي ساعه صفر لإخراج طوابير من الصراصير والفئران والسفلات كلها على الميديا اللي انتوا شايفينهم في النهاية. وفي النهاية خدم يشوشوا على الحقائق، يشوشوا على الرجال، يشوشوا على أي انتصار تحققه الأمة، يشوشوا على الرموز، يشوهوا يعني هذه اللعبة. أيضا الدعاية لتفخيم العدو، فما البال إن العدو نفسه اللي بيقود المسيرة، يعني تنتظر حكى أستاذ إسراء إن هو يفخم في سماحة السيد أو إن هو يضخم في حزب الله، ده رجل خلاص يعلم إن هو في النهاية يعني إلى القضاء بنسبة كبيرة، والضغط حتى الداخلي من بني صهيون نفسهم، يعني حتى اليهودي المتطرف بدأ يتنازل نوعا ما عن نتنياهو، يعني فليكن التضحية به مقابل الأمور تهدأ شوية، لأن الضغط بدأ يجتاحهم. صحيح في إجرام بيصل إلى حد لما نبص على الضفة الغربية وما يحدث فيها، ده مهم. أنا شايف الكاميرا منحسرة عن إخواننا في الضفة، واللي هو احنا انظرنا ان الضفة الغربية لو اشتعلت وقد تؤدي الى الانتفاضة الثالثة الكلية اللي هي قلنا دي ان حدثت يبقى اعلموا ان الاحداث الكونية الكبرى يعني قاب قوسين او ادنى. والمقاومة اذا لا سمح الله انكسرت في غزة وما فشر، كل واحد بده يكسرها، اسرائيل راح تيجي تكمل على الضفة. فاهل الضفة اسمعوا، وهي تتسجل عليكم كلكم، اللي قاعد اليوم في داره راح يقول هاي الكلمة: أكلت يوم أكل الثور الأبيض، أكلت يوم أكل الثور الأبيض. أسرانا في السجون صاروا 11,000 12,000، بشوف الذل والمرار. فيش حدا في هذا الشعب ما عندوش قريب أسير ولا جريح أو شهيد، فيش ما حداش. ليش قاعدين في الدور؟ عشوه عشان الألف شاكل، الألفين شاكل، الثلاث آلاف شاكل، ياي بتطعم خبز، ياي بتطعم خبز، بترجع واحد من قبره. انتوا يلي واقفين هون، انتوا يلي واقفين هون، انتوا تسجلتوا جوا المعركة واسمكم انحفظ جوا المعركة، وكلكم أوجهكم عند ضباط الشباك معروفة، تمام؟ ما حداش يخاف، لأنه من اليوم وطالع اللي بخاف من جندي ولا من ضابط، وهم شبابنا خبطوا عروسهم وذلوا كرامتهم وبتنزلوا جبال. اليوم بتقعد راسك براس الضابط الإسرائيلي وبتقول له ما في إشي بإيدك تتسرني، لأني أنا مروح مروح غصب عنك، لأنه رهانك هيهم عنا بنعمل فيهم اللي بدنا إياه. فاللي خايف ولا احكي الراتب اصحى اصحى، ان في ناس بدهاش الضفه تكون، لانه اذا الضفه قامت معاناه غزه بتخلص بسرعه، اذا الداخل قام معاناه غزه بتخلص بسرعه. فاللي قاعد في دارك اعرف انه كل دقيقه بتقعدها في الدار بتقابلها شهيد في غزه، كل دقيقه تتخاذل فيها بقابلها طفل في غزة. فعيب على كل واحد ويسلم صرامي كل واحد طلع عشان غزة. ويعطيكم العافية جميعا. خلاص احنا في عصر الظهور الشريف المقدس، فنتنياهو يعني الدفع هو وبن جفير طبعا شغال تحته ذراع من أذرعته نحو تدمير منازل الفلسطينيين أهلنا في الضفة الغربية. الاقتحامات اللي تمت حتى لجنين وطول كرم وفرام الله، ويعني
في هول بيحدث والكاميرا منحسرة عنه قليلا. فالحرب الدعائية هذه دي ألف باء عندنا. سماحة السيد بالنسبة لشخصيته يعني وما أعرفه عن تكوينه النفسي والروحي والوجداني والثقافي والإيماني والعسكري، كل ده تحت حذاءه، لا يهتز ولا بيسمع له ولا فضيله. والرجل أعتقد عندما ظهر يعني يمكن يعني باين من وجهه أنه ما بينامش، يعني كحالتنا وكحالة كل إنسان مؤمن معني بالمعركة اللي على الأرض. الوضع الطبيعي أنه هو لما يجي يتكلم عن قضيتين اللي هي إعلان انتصار حماس وانتصار غزة وانتصار فلسطين، قلنا في الحلقة السابقة أن لازم نقف مع هذا الأمر، أن ده أحد الشروط اللي تم اختار الأمريكي بها. يعني المعركة دي حال الوقوف كأنما عايز يقول يعني شئتم أم أبيتم، أعلنتم أم لا، لكن هو الأمور لازم تبقى كده. فالعقلاء عندكم يعلنوا أن هذا الأمر ويواجهوا به حتى القيادة الإسرائيلية أن القصة دي خلصانة، يعني القصة حسمت في ميدان القتال. ولعلي قلتها يمكن من حلقات سابقة أن ما حدث في 7 أكتوبر تقريبا نقدر نقول حسم المعركة مبكرا. حتى قلت قبل أحداث غزة، وأنا متوقع طبعا القصف الجنوني اللي هيحصل ده، قلت حتى لو ضربوا غزة بنووي فقد هزمت الدويلة العبرية. والوجود الأمريكي اللي جاء لإنقاذ الدولة المهترئة لأنها تهاوت بجميع أجهزتها. طيب ناخد بين قوسين أمر جلل حصل والناس مش واخدة بالها، بس تم الإعلان عنه من الدويلة العبرية قبل الإفراج عن بعض الأسرى الأمريكان بالذات، وهو خبر بسيط جدا إن ديفيد بارنيع سافر إلى قطر. ده على فكرة قبل خطاب سماحة السيد بحوالي 3 أيام أو 4 أيام. المسألة دي يعني لم تفوتني، ولكن أدهشني بعض التصريحات من ديفيد بارنيع. التصريحات اللي ذكرها إن نتنياهو لم يقدر للأمر قدره ويريد أن يضع على أعتاقنا مسؤولية كل ما حدث. وده فعلا حصل، اللي هي التغريدة اللي نتنياهو عملها عن مسؤولية الأجهزة، وبعد كده بيني جانتس هزقه شوية وقال له مش في وسط حرب تيجي انت تعمل كده، ده يخفض الروح المعنوية للرجال والجنود وما ينفعش، وفعلا راح سحبها. ده بيوري الارتباك بتاع نتنياهو اللي بيهدد، يعني عشان بس دي إجابة على التهديدات دي. ما هو ماشي انت هتضربني هضربك مش هسكت، لكن بوري ان الشخصية نفسها في حالة اهتزاز الى حد ان يعمل تغريدة بيحاول يتنصل فيها من كل المسؤوليات. ده انت رئيس الوزراء، بالنسبة لرئيس الوزراء في دويلة اسرائيل هو الحاكم الفعلي، يعني هو صاحب القرار الاول، هو القائد الاعلى للقوات المسلحة مش رئيس الدولة. يعني رئيس الدولة اعتباري في اسرائيل، رئيس الدولة ده راجل شرفي يعني مساحة شرفية، لكن لا يحل ولا يربط بالنسبة للقرارات الميدانية أو المصيرية، إنما بيتكلم في الإطار اللي هو بيتحدث فيه رئيس الوزراء والمنظومة اللي هي اختارها يمينية متطرفة. طيب ديفيد بارنيع لما طار طبعا علشان يعني يقبل الأيادي والأقدام القطرية في التفاوض بالنسبة لشأن الأسرى عموما، وفي نفس الآن بيبقى في التدرج اللي هي قررت منظمة حماس تعمله بالإفراج عن الأمريكان مثلا الأول، ثم يعني حتى الناحية العنصرية واضح ناحية أمريكا واضحة جدا أن هم بيؤثروا أهلهم الأول وبعد كده مزدوج الجنسية. لكن أنا يهمني أن ديفيد بارنيع لما سافر قطر طبعا سافر مهتز، واعتقد كنا وجهنا قبضتنا اليه قبل الاحداث ان في النهايه ان جهاز الموساد ده جهاز فاشل، برغم انا قلت ان هو ولد كبيرا لان هو نسخه مستنسخه من السي اي اي والام اي 6 والمنظومه الاستخباراتيه الصهيونيه العالميه. وللامانه على فكره لما قلت ده انا ما بقصدش الراجل في ذاته، انا قصدت المنظومه. يعني حتى بلغني ان الراجل من الاهتزاز والحوارات السرية اللي دارت في قطر واللي ما خرجتش يعني كثيرا للناس، في حالة ذهول
من قدرة الإنسان الفلسطيني أو بالأدق قالها الإنسان المسلم. حتى أنا خدت نوتس لنفسه قلت يا ديفيد ناوي تسلم يعني خلاص شفت الحقائق عرفت يعني إن دي ناس بتقاتل وهي تريد الله سبحانه وتعالى وليس لها قرب في الدنيا. عشان كده حتى الطفل الفلسطيني اللي هي بقصدها بين قوسين الذات الفلسطينية الآن الطفل الفلسطيني بيخرج مقدم على الموت يعني بيقبل على الموت. وحضرتك يمكن لما رصدتي للطفل اللي بيسألوه لما تكبر انت ناوي تبقى ايه؟ قال لهم انا في فلسطين في فلسطين ما بنكبر. لما تكبر شو حابة تصير؟ لما اكبر احنا في فلسطين ونكبرش احنا في اي لحظة ممكن نطخ ممكن نموت واحنا ماشيين لا احنا مطفوفين هيك احنا حياة فلسطين. طبعا هو تحت حصار وعارف ان هو روحه على كفه في اي لحظة. واطفال صغارين كانوا بيلعبوا لعبة الشهيد يعني حتى الشاب بيسألوا تلعبوا ايه قالوا له احنا بنلعب لعبة الشهيد وبيبتسم. ايش بتلعبوا ايش بتلعبوا بنلعب شو بتلعبوا بنلعب لازم نحملها ايش بتقولها يا فندم ما هو من بدري حتى قبل هذه الأحداث ده بيبقى طفل وطفل قد كده واقف قدام جندي مدجج بسلاحه الولد عامل له كده يعني ايه يعني لا انا واقف امامك. كان طفل فعلا قدام مجند اسرائيلي مسلح وبيقول له انا ماشي في ارضي. ارضك طب ايه طبعا هو في حاجه بس بنرسلها لليهود المعتدلين واللي خرج بعضهم حتى في امريكا مظاهرات هائله من اليهود المسالمين ضد الدولة الصهيونية وده اللي احنا قلناه مخاطر الصهيونية قالوا لا يمثلوننا يعني لا يمثلون اليهود الحقيقيين في العالم بيتحدثوا باسمنا ولا 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 بيتكلموا باسمنا. معروف ده مذهب سياسي صهيوني ارتكز على الدين ولكن في النهاية عمل زي التيار السلفي التكفيري هنا. يا نفس القصة وسيدنا النبي متكلم فيها هي دي الطوائف المتعددة اللي هي والعياذ بالله من أهل جهنم لا محالة. فالنسخة اللي هي يعني يعتبر كأنما بيسلفوا بعض عندنا وعندهم وعند المسيحي الإنجيلي اللي هو بنسميه المسيح الصهيوني أو المسيحية الصهيونية نفس القصة نقدر نقول اللي هو بيسموا الأصوليين لأنه في النهاية بيفسر الدين على مزاجه وبيجتزئ آيات يحورها إلى ما يريد من أهواء لاستعلاء على الآخرين وأن هو اللي بيده مفاتيح الجنة والنار وبناء عليه حلال أن هو يقتل ويسفك الدماء ويدمر ويحتل أراضي الغير. الطفل اللي أنا عايز أوصله الرسالة لليهودي المسالم قبل غيره وللعالم وحتى للعالم العربي كله الطفل اللي شاف زملائه الأطفال أصبحوا أشلاء واللي قتلوا واللي أصبحوا أنهار من الدماء تحولوا هم الأجساد بعظامها تحولت إلى أنهار من الدماء وشاف الزملاء لي وشاف أبوه أمه بيذبحوا من هذا العدو الصهيوني. الطفل ده اللي سنه 5 سنين الآن بعد 10 سنوات و11 سنة هيبقى سنه كم سنة وأي فكر اختزنه دون أن يدرس له أحد يعني إذا أنت الصهيوني بإجرامك هذا زرعت في قلب هذا الإنسان الثأر الرغبة في الانتقام واللي لن تزول إلا لما ينتقم. فإذا أنتم الصهاينة المجرمون تعدون بأنفسكم الجيل الذي سيستأصلكم تماما. ده المشهد والرسالة ببساطة ايضا دي بوجهها لليهود المسالم عشان ينذرهم بهذا ويتحدث بهذا اللسان اللي بتكلم بيه. انتوا اللي بتعلموا هؤلاء الاطفال الصغار كيف يخلصون العالم منكم في اقرب وقت
يعني الانسان اللي هيبقى 15 و16 سنه و20 سنه ده مقاتل هيصبح من اشرس ما يكون ولن يهدأ ابدا في اي مواجهه قتاليه قادمه الا لما ياخذ يعني يحصد انفس العشرات ان لم يكن المئات وبنفس الاسلوب اللي هو رآه بيتعمل في اهله اختزنه في وجداني في دمائي في اعصابي في مخيلتي في عيني. القصه خلصانه يعني انا ارى ان هم الصهاينه الان بيزرعوا الزرع اللي هم هيحصدوه على ايدين ابناء كل من استشهد. ده بالنسبه للمساله الدعائيه. طيب دكتور، برضو من شوية بخصوص تصريح السيد حسن نصر الله ان الناس ما تستصغرش ما يحدث بين قوات الحزب وقوات جيش الاحتلال الصهيوني، كان من شوية منزلين فيديو عن مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية لعدد من المواقع التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 4/11 طبعا اليوم بالصواريخ والأسلحة المناسبة. وكان برضو من شوية في مواجهات بين مستوطنين، برضو رصدا للمشهد اللي بيحدث الآن، مواجهات بين مستوطنين وشرطة الاحتلال أمام مقر إقامة نتنياهو في شارع غزة بالقدس بعد وصول تظاهرات تطالب نتنياهو بالاستقالة فورا. وفي ذات الوقت هناك تظاهرات أخرى لعائلات الأسرى الإسرائيليين تتجه للمكان. وفي القناة 13 ربطا بهذا الأمر أن نتنياهو يتردد في اتخاذ القرارات ويفضل مسار طويل وغير حاسم، وذلك لإدراكه أن هناك محاكمات وتحقيق كما أسلفنا في الذكر في الحلقة السابقة، ولكن في مرحلة ما سيوقفه الأمريكيون. وإطالة الأمر وإطالة المعركة مع غزة يعني إطالة في عمره السياسي الذي شارف على النهاية. فرأي حضرتك في مجمل هذا؟ هي دي اللعبة اللي واضحة جدا، يعني هو يعلم علم اليقين والمجموعة كلها المنظومة الحاكمة اللي هي بالذات اليمين المتطرف ان مستقبلهم اصبح في مهب الرياح. طبعا اولهم نتنياهو اللي هو استعان بيهم ولم يأتي الى عرش هذه الدويلة مرة اخرى الا بالحاضنة بتاعت اليمين المتطرف. فهو يعلم ان ايقاف الحرب بيعني المحاكمة يمكن في نفس اليوم، مش هقول تاني يوم، يعني هتبقى سريعة لأن المجتمع نفسه عندهم حاسس إن هو بيدفع ثمن أهواء فرد، أهواء فرد اللي هو صاحب الأنا المنتفخة. الشيء الآخر إن اللي يطيل بقاؤه في الأمان، الأمان اللي هو الشكلي والنسبي والخاضع والزائف، وده أنا بندهش من عقلية هذا الإنسان اللي يعني غبي جدا، أغبى من رأيت في السياسة هو هذه الشخصية، ان متصور ان اطالة الحرب وسفك الدماء واعمال الابادات الجماعية كأن ملوش منتهى وان هيفضل ماشي. ولذلك لما قلت ان كلام سماحة السيد كان من الموضوعية بحيث شهد له العدو قبل الصديق، انه فتح الباب لمدرك ان نتنياهو يريد حرب عالمية مش إقليمية مقابل إن هو ينجو، يعني لا تفرق معه احتراق الدولة العبرية، لا يفرق معه طبعا الأمة العربية بالإسلامية من المحيط للخليج، لا يفرق معه إن يدخل الصين والروس مع الأمريكان وتجر القدم الأمريكية أيضا إلى حرب كونية. يعني الصورة المشهد هذا أصبح حقيقي، والإدارة الأمريكية متفهمة، عشان كده قلنا أن بايدن بدأ يفكر في الخليفة بتاعه. أيضا بلينكن أنا على علم بس معرفش ده أذيع ولا لا، أن هو التقى بيائير لابيد والتقى ببيني جانتس. بيني جانتس انضم كده كده لخبرته العسكرية، انضم لحكومة الطوارئ. إنما لقاءه بيائير لابيد، يائير لابيد رفض الانضمام لحكومة الحرب، مش معناها ان هو متنازل عن صهيونيته، ان كانت صهيونيته اقل مثلا من نتنياهو وبن جفير، يعني حتى الصهيونيه مراتب. فاعتقد ان الخليفه المرشح بين قوسين الاسهم بتروح لشخصيتين، بن جانتس طبعا لان ده حبيب بايدن، ويعني من 3 سنوات نقدر نقول كان في احتضان من بايدن، يعني في قناة خاصة بينه وبين الشخصية دي.
ومطيع جدا للأمر الأمريكي. وهو نفسه قالها، قال إن إحنا يعني بدون أمريكا هنصبح لا شيء. أقرب دي. الشيء الآخر يأير لبيد، وأنا قلت إن ده راجل كاتب ومفكر بغض النظر عن صهيونيته، لكن هيعرف يوازن مسألة حل الدولتين اللي هو هيطرح على الساحة بنسبة 100%. يعني لازم هيطرح بغض النظر عن طبيعة التصورات اللي هيطرحوها، طبعا هتبقى دولة منزوعة السلاح والكلام العبيط بتاعهم واللي مش هيحصل طبعا، لأن الفلسطيني حر في تقرير هيئة الدولة اللي هي تقام بإذن الله تعالى والقادمة، يعني لا محالة إن شاء الله. المشهد بيشير للشخصيتين دول، وفي نفس الآن في سهم ثالث كده في الوسط بيتحرك، واحد بيحاول يعني يدحلب للساحة بحنكته اللي هو يهودا باراك، كان رئيس الوزراء، انه طبعا رجل له خبرته ما نقدرش ننكر، ونقدر نقول انه حضر وجهي القتال والسلام، يعني حضر وجهين القتال والسلام، وكان ضلع اساس حتى مع الملك حسين، يعني كان حبيبه يعني. فالمسألة اذا دخل ان الان بيبحثوا عن من يجلس على عرش وزراء إسرائيل ويكون عنده نوع من الليونة والمرونة في التفاوض مع الذات الفلسطينية اللي هي بدأت تكشف عن حقيقتها أنها لن تقبل الضيم. بالنسبة لتصور اللي هو إعادة غزة إلى هيمنة السلطة الفلسطينية بقيادة سيد محمود عباس، لا يعني أشك في هذا، يعني لا أظن، لأنه بصراحة للأمانة بغض النظر عن الخوض في أي شيء مش مرغوب فلسطينيا في الشخصيات دي. يعني طبعا هناك لعب عربي في ترشيح ناس يعني أصلا مبغوضة عند الفلسطيني وعند الأمة العربية، ومعروف أنهم عملاء، ولن يحدث التصورات الحمقاء اللي عمالة بتطرح على الساحة دي، وناس فاكرة أن مثلا بضغط المال بتاعها أن هم يقدروا يرودوا الأمور ويقودوها للمسيرات اللي هم عايزينها أو للنمط اللي هم عايزينه في التفكير وتشكيل الدولة الفلسطينية على مزاجهم، وبالشخصيات اللي هي تعتبر عميلة بالدرجة الأولى. يعني طبعا كل دي أوهام. فأنا شايف أن انتصار فلسطين كما قال سماحة السيد هو يعلن عن ذاته، يعني مع احترامي حتى لسماحة السيد، الأمر مش منتظرينه يعلن من حد، الواقع الميداني فرض ذاته بأن فعلا حماس منتصرة، غزة منتصرة، فلسطين من النهر إلى البحر منتصرة، الذات الفلسطينية تشكلت وتبلورت للعالم كله اللي بدأ يهتف. فأنا سمعت أغنية أجنبية يعني أو مدبلجة أو معرفش اللي هي تحيا فلسطين تحيا، أعتقد دي يعني ما حدش هيطاردكم فيها، يعني أنا عارف أن أنتوا تحت المطاردة حتى في أبو عبيدة طوردتم، ومن المهازل طبعا أن يعني إيه يوقفوا لكم القناة عشان خاطر أبو عبيدة، بس هو استحق يعني توقف له ألف قناة يعني. كل التحية لأبو عبيدة، تحية من مصر ومن المخابرات العامة المصرية ومن الجيش المصري ومن الشعب المصري ومن القيادات المصرية، غصب عن عين أي حد كاره يعني، لازم نقول حقيقة يعني ده رمز البطولة، رمز للشباب بتاع الأمة، الرجل يتوعد بكل أدب وفي نفس الآن بيتحدث دون تجريح إنما بالتلميح. يعني لما يتقال عيب إن مش معقول يعني نقول جنرالات وهيئات ومؤسسات عسكرية ضخمة ومش قادرين نفوت المية حتى لأهالينا، يعني فعلا اللا منطق، يعني اللا منطق واللا مقبول عند الشباب. أنا نفسي أفهم كل القيادات اللي قاعدة ومشاركة في هذا يعني الأمر اللي عليه ألف علامات استفهام، ما فكروش لحظة انتوا صورتكم ايه، مش هتكلم عن السماء، أمر الله محسوم معاكم، وهو بقى واللي يعملوا فيكم في الآخرة وعلى رؤوس الأشهاد، لأن انتوا مؤتمنين على أقدار بلاد. فالصورة الدنيوية اللي انتوا بتعشقوا الدنيا ان انتوا عايزين تقدموا ان انتوا ابطال وقادة وفرسان وعظماء واللي بتعملوا واللي بتبنوا، صورة ايه عند الشباب اللي طالع
عند الطفل المصري اللي طالع، عند شباب الجامعات، عند شباب الثانوي، عند شباب الإعدادي، عند الأطفال في الابتدائي، هل فكر أحد من السادة كده اللي هو في علوم الاجتماع السياسي إن يختبروا هذه المسألة ويعملوا لها استقراء عن صورة القيادات التي تجلس على عرش الأمر والنهي، صورتهم إيه بالنسبة من الطفل للكبير أمام الأحداث اللي بتحدث وهم سلبيين وجايبين وراء 1000 كيلو يا غات لما خلاص اصطدموا في الجيران للخلف؟ يعني مشهد لابد يعاد في النظر. وفي نفس القلب نتكلم بأدب ليه؟ لأن انتوا في مساحات المهلة مع الله، المهلة مع الله، أقسم بالله يوم تأتيكم أجالكم ولا مفلت لكم ولا مهرب من قبضة ملك الموت حتتمنوا العودة لحظة لحظة لأخذ قرارات أخرى. فالمشهد واضح، يعني هي حرب الوعي، وده اللي أنا بركز عليه، إن إحنا الأسر المصرية وكل أب وكل أم بالحد الأدنى يبدأ يعلم طفله وصبيه ما هي معالم الفروسية والإيمان الحق والشهامة، وإيه ارتباطنا في الدنيا بالآخرة، وإيه المساحات الزائفة من الوعي المزيف اللي بيضخه الأعداء، وأيضا إيه هي معالم الجبناء والمتخاذلين، وإيه هي أمارات الخيانة. مهم جدا جدا هذه القيم تدرس، لأنها درست لنا، يعني ما بين ضفتي 67 و 73 كان أهلنا بيعلمونا كده، إزاي تبقى فارس، إزاي تبقى بطل، الشهادة دي أهم شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى، والشهيد لا يعاني من ألم القتل بالمطلق إلا مثل القرصة. قرصة، واحد بيقرصك قرصة، واحد بيعمل لك كده بدبوس، هو ده الألم، فأنت خايف من إيه؟ ودي صورة الحقيقة، يعني نفسيا ووجدانيا وميدانيا المشاهد اللي بتشوفوها من الدمار الهائل والناس الأشلاء والأجساد المتفحمة الرهيبة والأطفال الممزقة والأشلاء المتطايرة إلى مئات الأمتار، كل هذا مفزع نعم، لكن في الحقيقة لم يعانوا أي ألم. يعني لازم نقول ده، علشان كده الناس دي مش مهتزة وبيخرجوا، حتى بجد الشباب والأطفال بيخرجوا بيقولوا إذا كنتم تفعلون هذا لتفصلون كحاضنة عن المقاومة فنحن مقاومة، يعني إحنا المقاومة، المقاومة مننا. طيب في استبيان حصل، وأعتقد أن أوراقه بين يدي ديفيد بارنيع مدير الموساد، وده اللي أنا بقول لعل الرجل بدأ يعني إيه عقله يشاوره في أشياء كثيرة، وحتى لما بشوف ملامح وشه ويعني حاله يعني واضح أن في معركة داخلية بينه وبين نفسه. طبعا هو ضد نتنياهو على خط مستقيم، يعني قال بينما نتنياهو في الأول كان بيفاخر بيه، بس الآن اكتشف الفخ. المعركة الورق اللي بين إيديه هو استبيانات حقيقية عن المقاومة بين أهالي غزة، يعني إيه الأراء. فما أعلمه يقينا يقينا، أنا بتكلم عن المعلومات، إن وجد إن من 95% ل99% من أهالي غزة مع الكتائب والفصائل المقاومة جمعاء، ده دونا عن حماس، أنا بتكلم عن الفصائل، كتائب عز الدين القسام، سرايا القدس، قولوا ما شئتم من الفصائل الإسلامية في غزة. من 95% ل99% من الأهالي المدنيين اللي هو العزل تماما هم مع الفصائل قلبا وقالبا، وده طبيعي لأن هم أبنائهم. بالنسبة لحماس من 65% ل70%، يعني في 30% بالنسبه لاهالي غزه لا يعني شيء يعني في مساحه اختلاف. الاستبيانات هذه لما تكون بالدقه دي والرصد الحقيقي ده يقابله
في البلاد العربية ما فيش رأي، العملية ماشية عشوائية كده بس، الميديا بتراجع هو البطولة، هو كده البطولة انك تقعد تتفرج على اهاليك وجيرانك وابنك القومي وهو بيسحق ويدمر، وممكن تبقى مبسوط وسعيد وتقول لا ده الحكمة والذكاء. طبعا ولا حكمة ولا ذكاء ولا وعي ولا في امن قومي، لانك مهدد، انت مهدد. ما هو انت لما تقبل ان العدو يهددك وتسكت، يبقى انا رأيي اسكت، اسكت خالص للابد. فالوضع يعني مخيف من جهة ان العدو هذا وضع استراتيجية لن يحيد عنها، ووحدت فيها بين اسرائيل وامريكا، وقلت اسرائيل كامريكاي الاثنين واحد، الاستراتيجية دي قائمة حتى لما يقف القتال، قلتها هي جولة ولكن وضع حجر أساس لحرب التحرير القادمة اللي هيسبقها أحداث تحدث عنها البيت النبوة والعصمة وغيرهم يمتنعون. الكذب والدجل والتزوير والنبوءات المزيفة اللي ود شاهينولا اللي قاعد بيعملها لهم ويطلع السراطير ينشروها، ما تحدث آل البيت بتوسع في الأحداث إلا ما ذكر بفضل الله في كتاب المفاجأة اللي أصدرناه للأمة، والأمريكان قبل الأمة اعتنوا بيه وترجموه، جنوب شرق آسيا ترجموه، العدو الإسرائيلي مترجمه، والأمة المحترمون فيها النابهون صاروا على هذا السير. والآن كله بعت اللي انت قلته اللي انت كتبته من 30 و40 سنة. طب ما احنا عارفين، ومش بدور على انا والعزب الله، انا بدور على الامن القومي العربي والاسلامي والمصري بل والعالمي. عشان كده كتبي حملت راية تحذير للبشرية جمعاء، لان الحمد لله احنا ابناء سيدنا النبي صلى الله عليه واله، فتحت رايته ولن نحيد عنها، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. حتى واحنا بنقاتل ميدانيا وعسكريا، هذا رحمه لاستئصال العدو المجرم اللي بيتمنى الشر للبشريه كلها، زي ما شرحنا التلمود بيقول لهم ايه، ان دول مجرد عبيد وربنا بس خلقهم في الشكل البشري عشان يبقى يعني مش مفزعين ليكم، لكن هم سوائم وحيوانات وعبيد، يعني افعلوا فيهم ما شئتم، وده اللي حاصل. فاتمنى نكون يعني بلورنا الصورة للعقل العالمي انه يرى حقيقة الصهيونية العالمية. فتهديدات نتنياهو هو رجل يبحث عن انقاذ نفسه باي شكل. ايضا في النهاردة حملة هائلة شغالة غير المظاهرات، ان الاحداث اللي هي بتحدث في السر، وايضا الامور التي كانت تحدث سابقا، يعني هو بيشكل التشكيل الوزاري، كان في واحدة كانت زعلانة كانت بتدافع عنه جدا، وراحت مكلمة ابنه يائير اعتقد، وان يعني باباك لازم يعني يبص لي انا انفع وزيرة. شفتوا المنطق بتاع الصهاينة وازاي يسيبني ما يحطونيش في التشكيل الوزاري ده، والكلام كانت المهاتفة بينهم سرية. الكلام ده اتنشر، الكلام ده اتنشر، يعني شوفوا النهاردة في تتبع لبيت نتنياهو في الدقائق، في اللي بيتابع التليفونات حتى ابنه، بل زوجته سارة في اللي تتبع تليفوناتها ولقاها اتصلت بالوزيرة دي وقالت لها ما تدخليش ابني في الحاجات دي، ما تحرجيش ابني مع بابا. يعني اذا النهاردة هذا مجتمع متهرق، عمالة بيفضح نفسه حتى في دقائق الامور، حتى بيت نتنياهو نفسه باسرته مكشوف، والصحافة هناك بتشتغل، لان طبعا عندهم هامش من الحرية بكل اسف الامة العربية لا تمتلكه. يعني يؤسفني، يعني يؤسفني، يعني يؤسف. والصحافة هناك صحافة، يعني بغض النظر عن الجانب الصهيوني اللي فيهم، لكن لا، في صحافة عندهم معتدلة جدا وبتتكلم بنزاهة، وفي صحافة اتكلمت بصراحة ان نتنياهو يعني هي الايام الباقية في حياته. نعم، يعني دي الصورة. تمام دكتور. كان في كلمة صوتية للناطق العسكري باسم كتيبة القسام ابو عبيدة، مضمونها عشان ما نعرضهاش. كتائب القسام توثق في آخر 48 ساعة دمر المجاهدون بشكل كلي أو جزئي 24 آلية عسكرية بين دبابة وناقلة جند وجرافة بمضادات الدروع، وخاصة قذائف الياسين 105. سلام على الياسين، سلام على الياسين، سلام على الياسين 105، وسلام على الياسين 110. إيه 105 وإيه 110؟ المسافات. نعم. وعبوات العمل الفدائي من خلال تقرب المجاهدين من مقتربات خاصة من فوق الأرض وتحتها للقوات الصهيونية المتوغلة
أو المتمركزة ومباغتتها واستهدافها عن قرب. في النهاية تم إعلان خسائر ضخمة في صفوف العدو من مسافة صفر. بيني جانتس بكى. يعني بيني جانتس بكى. نتنياهو أول استقبال لبايدن في أول وصول، لو تشوف الصور وهو بيحط رأسه على كتف بايدن، جابوا نتنياهو من الخلف، إنما اللي شايفينه حسب المعلومات إن أنهار دموع، يعني بغض النظر بقى إنه دموع تمساح، إن عايز يعني الحقني، أو إن هو صادق إن هم في كارثة، يعني الدولة العبرية سقطت، دي حقيقة. وعلى جانب اخر في تعتيم اعلامي من ناحيتهم طبعا يا فندم، مفيش اعداد حقيقية بتتقال. يعني النهاردة في قيادات كبرى قتلت حقيقي، بيتسرب ان ممكن يقول لك قتل مثلا قائد الفرقة كذا، بيكون 3 و4 من عدة فرق. الشيء الثاني قوات مارينز امريكية اللي هو نظام ارنولد واسمه ايه ده اللي كان بقه بيبقى معوج ده، اسمه ايه، رامبو، مأسورين يعني قاعدين في الاسر اذلاء. قوات مارينز عمالقه بتواجه شباب فلسطيني، اللي بيذكروني مره بواقعه حصلت هنا في مصر. في شاب كان حبيب اسمه عبد السلام، كان يجي يحضر حتى التدريبات ولا لعيب كوره. عبد السلام طول كده يعني، بس كان شخصيته تحس فيها الاعتداد بالذات جدا، الايمان بالله جدا بالذات جدا، وهو كان ابن ناس بسطاء وكان رياضي. ففي واحد تعرض له قده مرتين، يعني طوله مرتين وجسمه ما شاء الله، فتلاسا معاه، التاني فوت، فالضخم ده يعني استحقره اكثر، فقالك مش هقدر حاجه، فراح ضارب عبد السلام. امام الجميع عبد السلام التفت له، شاله قعد يلفه في الهواء وراح رزعه في الارض، نزل متكسر يصرخ. فهي الاعتداد بالذات، الايمان بالله سبحانه وتعالى، اللعبه اللي هو نتنياهو عايش عليها، والعدو عموما، والمتحدث باسم الجيش بتاعهم اللي كل يوم تلاقي وشه ممتقع وبيطلع يكذب ويقول معلومات ربعها هو اللي بيذاع والباقي بيخفى، كل عمليات محاولة تقطيع غزة إلى أوصال اللي يفصلوا المنطقة الشمالية عن المنطقة الوسطى عن المنطقة الجنوبية، كله في النهاية تصوروا ميدانيا عملوا إيه؟ ولا حاجة. يعني ولا حاجة، بدليل المنجز. انتوا النهاردة دخلنا في شهر، إيه هو المنجز؟ يعني كم نفق تم تدميره؟ مين من قادة حماس شفناهم في الأسر أو قادة الكتائب، بينما هم قيادات بتقتل وبتؤثر، وفيهم قيادات قبلت الأيادي والأقدام مقابل ألا تقتل. حركة حماس استهانت بالكم نفق بس اللي هم ضربوه، يعني قالوا احنا عندنا كتير، يعني انتوا ضربتوا جزء. يا فندم انت بتكلمني في شبكة، العدو لا يستطيع أن يقدم معلومة واحدة عن شبكة الأنفاق، لا هي كم كيلو، هم افتراضيا بيقولوا لك 500 كيلو متر مربع، يعني افتراضيا يعني اكبر من مساحة غزة. الكلام ده في معاني كتيرة انا شخصيا فاهمها كويس جدا، بس ما اقدرش اتكلم فيها. انما لو لبيت هذه الشبكات، لما جابوا قوات دلتا، جايبين قوات اتمرست على كروكي انفاق بقيت يعملوه في امريكا لمثل هذه المهام. يعني امريكا اذا كانت بتجهز لمعركة في غزة ومحاولة تعقب الانفاق دي والقيادات فيها باي شكل من الاشكال، عشان بس الامة تعرف. ان امريكا عمرها ما دخلت جنود اصلا بري. ما في بقى امر مهم جدا، ان لماذا ضمن منظومة الأسباب اللي دفعت إلى عملية 7 أكتوبر بيتردد، والكلام ده سليم وصادق، إن فعلا أمريكا وإسرائيل كانوا بيخططوا العملية ضد غزة بأي شكل من الأشكال. يعني الخطة كانت موضوعة، والذي حدث هو استباق. ودايما بن غوريون مرة سأل، عشان كلمة دايما دي أنا بقصد قاعدة،
يعني دايما في قاعده وصدق فيها بن غوريون لو احد يعني مؤسس الدوله، بيقولوا له متى تتوقع ان تهزم اسرائيل، انه كان خلاص يعني بدا يجتاح الامه العربيه وراجل حارب جيوش عربيه في 48 وتاسست الدوله برضه. قال لهم في اي حرب تكون متعدده الجولات، اذا فقدت اسرائيل الجوله الاولى والضربه الاولى هزمت. يعني عايز ينبههم ان انتوا محدش يعمل معاكم حرب استباقيه، يعني دايما انتوا اللي حطوا الخطط واسبقوا بتنفيذها العدو بتاعكم اللي هو طبعا احنا بالنسبه لهم كعدو. الواقع المعلوماتي الاستخباراتي بيوثق ان فعلا في عمليه كانت بتعد الغزه وعمليه واسعه اشبه باللي يحدث ده من خراب ودمار، فكان لابد من استباق الاحداث مع تزامن ما حدث من الاعتداء بقى على اسم حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله الأطهار، على القرآن الكريم، على باحات الحرم القدسي بكل أطياف مساجدها وحرماتها بالمقدسات، حتى بيت لحم بكنيسة القيامة. يعني لم يترك المسلم ولا المسيحي، بدليل شفنا ده في غزة مصداقيته بقيت يضرب المآذن والمساجد تدمر والكنائس تدمر مع المستشفيات. ضربوا المآذن في جنين بعد ما زعوا كلمة أبو عبيدة من خلال المكبرات. نعم ضربوا على الميكروفونات والمآذن، ما هو ده الواقع. يعني أنت أمام عدو لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا هو يتمنى استئصالك من الوجود فيها، دي حقيقة الصهيونية العالمية بنكررها للعالم. يا عالم، يا أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، يا كل الأمم في العالم، الفكرة الصهيونية تستعبدكم جميعا أيا ما كنت، في كوريا الجنوبية زي في كوريا الشمالية، الصيني، الروسي، الهندوسي، أيا ما كنت، دينيا، مذهبيا، قوميا، الفكرة الصهيونية تعتبركم جميعا سوائم، حيوانات، عبيد لا أكثر، تستغلوا دماءكم مباحة وأموالكم مباحة وأعراضكم مباحة وأراضيكم مباحة. هذه هي ملخصات الفكرة الصهيونية اللي هو بيقوم عليها نتنياهو وغير نتنياهو، واللي بايدن منضم لها واللي ظهر وجهه الصحيح. لعل ما تناولناه برضه دكتور في الحلقات قبل طوفان الأقصى عن الصهيونية العالمية وأذرعها وأذرع الدجال، طبعا بيوضح للسادة المشاهدين والمتابعين ان ده اللي بيحصل على ارض الواقع دلوقتي. وعشان كان اللي بيهون من الملفات اللي احنا بنفتحها وان احنا ندخل على علامات اخرى يفهم دلوقتي احنا اتكلمنا عن المواضيع دي ليه. ما هون الا عميل. نعم. ما هون الا عميل احترق قلبه من المعلومات التي شاء الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتقديمها بدقة وبأناة وبتعمد وبتقصد، تحسبا للحظات مثل هذه اللحظات، بل تحسبا لمعارك قادمة أوسع مع هذه الفكرة اللي هو يهودا براك تحدث عنها، ان ما تفكروش يعني سقف الاماني اللي بيحلم بيه نتنياهو والقادة العسكرية الصهيونية الاسرائيلية بين حماس دي هتستأصل تماما هو وهم. لما رئيس وزراء اسبق ورجل عسكري يعني بيقول لهم هذا الكلام لسبب، لانها فكرة، هي فكرة، فكرة المقاومة، القتال من اجل استرداد حق. يعني هو بيعني هذا الكلام وإن لم يفصل طبعا بخبصه برضه وخبيث. فكرة الاستشهاد، ان انت تقدم روحك فداء الله سبحانه وتعالى وانت على علم ان الجنة تنتظرك، وفي نفس الان على علم بان اغلب من تقاتلهم لا قضية لهم. يعني النهاردة المارينز الامريكي جاي يعمل ايه؟ عشان كده لما يتخذ أسرى أذلاء مهما كانت الضخامة بتاعة الأجساد، في النهاية ده وضع طبيعي جدا لأنه ما عندوش فكرة عقائدية بيقاتل من أجلها، هو في النهاية اتبعت غير المرتزقة اللي بيجابوا. يعني هل هناك مرتزقة الآن تقاتل في صفوف الجيش الإسرائيلي؟ مرتزقة
بلا دين ولا ضمير ولا هدف ولا عندهم اي انتماء لاي شيء سوى المال اللي بيضخوا خلاص. يعني شذاذ افاقوا مجرمين وقتله طلعوا من السجون مقابل ان هم يتدربوا تدريبات عسكريه ويرسلوا الى الجهه الفلانيه يقاتلوا فيها. اسرائيل الان تقوم على المرتزقه والجيش الامريكي، لكن حقيقه الدوله العبريه بمؤسساتها كامله انهارت. كما أقول لحضراتكم أؤكد أنها انهارت، الدولة العبرية ساقطة، فقط أشكال كرتونية، بيني جانتس، نفس نتنياهو، يائير لبي، كلها الأشكال هذه قائمة بسبب القوة الأمريكية اللي موجودة اللي هي عملت الإسناد الهائل في حتى ضخ الأموال. طب حضرتك يا دكتور بتقول إن هي انهارت، مع رأي حضرتك برضو في الحرب الدعائية اللي بتقوم بها إسرائيل، وعلى الجانب الآخر الرد من المقاومة الفلسطينية، ومدى تأثير هذا على المجتمع العربي؟ المجتمع العربي بحسب كل إنسان وبيئته وعقليته وثقافته، أما القيادات الإعلامية في الوطن العربي فبصراحة يعني المسألة فاضحة إلا قليلا للأمانة. في إعلام عربي محترم جدا 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 سواء في لبنان في الجزائر حتى في المملكة المغربية اللي هي برضو طبعت، ولكن أنا مؤمن إن هذه الأمة فيها خيرون كثيرون، فيها ناس نجباء. وحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وآله الأطهار ما بيكلمنا عن النجباء والأوتاد والبدلاء، إذن عايز يقول الأمة فيها عناصر نقدر نقول عظيمة، أعظم من أعظم كنوز الدنيا موجودة. لكن الخيانات اللي ملأت الأمة واللي هي بتستنفر الشعوب والجيوش والقادة المخلصين تستأصلها، والكلام اللي أنا دايما بقوله يصعب أنك أنت تخوض معركة بدون تطهير وطنك من الخونة اللي مالينه، لازم تطهرها الأول. فالحرب الدعائية وضع طبيعي جدا لن تؤثر في إنسان عنصره سليم ويرى الحقائق على طبيعتها. ودائما أقولها كما قالها حضرة سيدنا الإمام عليه سلام الله عليه، الحق له نور ذاتي، يعني الحق عامل زي الشمس يكشف عن نفسه ويكشف غيره. الحق في حد ذاته، فالفكرة الحق الموضوعية موجودة كاشفة عن ذاتها وعن نفسها وعن كل شيء، مجرد كلمة حق تقال هي كاشفة عن ذاتها أو إن الإنسان ده فعلا صادق وصاحب حق، وأيضا كاشفة لكل طوائف البشر اللي بتتعامل معها. اللي بيحاول يشوه معروف هيبقى خاين، اللي بيحاول يوهن معروف إن هو خاين، والخيانة رب العالمين نبذها، بل قال إن الله لا يحب الخائنين. ده مين اللي بيتكلم؟ ده الله يعني صاحب القوة والقدر الجبار الأعظم سبحانه وتعالى، لما يقول لا يحب يعني قفوا معها كثيرا، قفوا مع الويلات اللي هتأتي بعدها على كل من لا يحبه الله سبحانه وتعالى. فالحرب الدعائية كما قلنا نحن الآن في حرب فكرية ودعائية وإعلامية وصحافية بكل ألوان الطيف، اللي على الميديا اللي حضراتكم شايفين، واللي بيحاربوكم في ان انتوا بس تنقلوا كلمة متحدث باسم الكتائب يقوموا يعاقبوكم، يبقى ده انهي اعلام؟ الاعلام الصهيوني. واللي بكرر للقادة العرب، للسادة الملوك والرؤساء والقيادات واصحاب الخزائن المنتفخة بالاموال واللي اغلبها اصلا عند العدو، ماذا ستفعلون أمام الله سبحانه وتعالى وليس عندكم منصة واحدة تحمي كلمة الحق؟ ماذا ستفعلون؟ بوتين النهاردة عنده ممنوع الأمريكي يدخل في الميديا هناك، الصين كذا ممنوع الأمريكي يدخل هناك بالفكر بتاعه الملوث، وناس دعاة للشذوذ هي دي حضارتهم وفكرهم. هو مش قبل بعد ما جه نتنياهو بشوية خرج مجموعة من الشواذ عاملين مظاهرات عن يوم فخر ليهم، ونتنياهو ولا كأن في حاجة، عادي جدا، عادي الأمر عادي، بينما في حقامات طبعا واقفين الأمر ده بالمرصاد، لازم نقول كلمة الحق. لكن بالنسبة لليمين المتطرف إذا كانوا الشواذ بيدعموهم فحبذا هم، أدي الفكرة الصهيونية، يعني بتدور على الأنا المصلحة. فالحرب شغال على قدم وساق. مهم جدا عندنا ان احنا الشباب يعي ولا يتأثر بالفكرة الصهيونية، يمسك كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى المسيح يمسك الأناجيل يقرأ فيها هيفهم
قيم الفضائل ما هي؟ المسلم عنده القرآن العظيم مليء وثري وأمواج طوفان من العلوم والمعلومات والإنارة والإفهام للعقل والضمير والترقي بالذات الإنسانية ومعاملة البشر إن هم كلهم جميعا سواء أمام الله سبحانه وتعالى ولا تفاضل إلا بالتقوى كما أخبر سبحانه وتعالى. من أهم معالم التقوى احترام الإنسان كإنسان، لكن أنا أتعامل بأعمال الإبادة وأتعامل مع أهل غزة وأقول لا ده كلهم حيوانات متوحشة ولا بد من استئصالهم، أعتقد المسألة دي فيها نظر للعالم كله، لأن هذه هي الفكرة الصهيونية اللي كما تنظر لأهل غزة بهذا المستوى تنظر أيضا للصيني والروسي والأوغندي وأي بشر بهذا المستوى. ده المنظور يعني. وتأكيدا يعني برضو دكتور على الحرب الدعائية، جيش الاحتلال الصهيوني بيعترف بارتفاع قتلى إلى 345 جنديا فقط منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى، وكمان بيقولوا ان هم أبلغنا عائلات 241 مخطوفا في غزة، ونواصل جهودنا الاستخباراتية والعملياتية أيوة. من أجل ان هم يستعيدوهم. ده بعد 30 يوم بعد 30 يوم دي الجهود المعلوماتية والاستخباراتية واللي قلنا ان هي فشلت من اول يوم وسقطت من اول يوم، ولو لها وجود اعتباري لكانت ادركت اللي جاي عليهم. رقم واحد المعلومات الدقيقة اللي عندي ان عدد القتلى من الجنود والضباط تعدى 700 انسان، 700 مقاتل اسرائيلي تم قتلهم تماما، منهم قادة فرق منهم رتب رفيعة المستوى. أيضا بالنسبة للقصف بتاع اليمن لا طال أماكن حساسة، القصف بتاع العراق في القواعد الأمريكية اللي في سوريا يعني أوقع فيهم خسائر هائلة. التعتيم مبدأ أساسي عندهم لانهيار الروح المعنوية أصلا بعد 7 أكتوبر، فهم ماشيين بمبدأ إن لو أعلننا الآن هتكون كارثة. طب إذا وجهوا بهذا لأن في تذمر إن في يقين عند الجمهور الإسرائيلي إن الأعداد دي مخفاة، الأعداد الحقيقية مخفاة، هل تعلموا حضراتكم بيترد عليهم بإيه؟ لا إحنا مش متعمدين الإخفاء لأن إحنا ما زلنا بنرصد. يعني اذا انت بتعترف بشكل تاني ان دي الاعداد دي مش هي الحقيقيه، بس هو ده الخبث الصهيوني، طبيعه الانسان الصهيوني الخبث. واليوم بيتهم هو بوتين بالخبث، ده عاملين له ايه اوصاف كده ايه ماكر يعني عاملين له بتاع 5-6 اوصاف ان هو غدر بينا ومكار وغدار وبيغنوا له اغاني دلوقتي طبعا يعني. فالوضع الطبيعي ان هم يحاولوا المداراة على الاعداد الحقيقية، وفي نفس الوقت ما بيتحدثوش عن الاكمنة اللي هي بيصطادوا بها المدرعات. انت عارف حضرتك الياسين اللي حضرتك بتتكلم عليه ده صدمهم في الاتي، لان الدبابات الحديثة وحتى ناقلات الجنود الحديثة اللي هي بتشيل ده في مركبات مدرعة نمر النمر دي بتشيل 14 واحد، معتقدين ان هم ضد دهننا ضد عاملينها مش هم عاملينها مش ده التصفيح، عاملين مستويين عازل المستوى الاول اللي هو توهموا انه مضاد للدروع، يعني اي صواريخ هتقترب حضرتك عازل مش هتعمل شيء. الياسين القذيفة بتاعتها فوجئوا ان هي بتخترق هذا العازل ثم تدخل على جسم الدبابة وتنفجر فيه. من هنا ساعة لما تحرق 14 واحد ده ابسط شيء، ما انتوا عمالين تحرقوا في اطفال وبسطاء ونساء نساء نساء عزل عمالين بتذبحوا فيهم، فطبعا كانت صدمة ليهم لدرجة القيادات بتاعتهم بتتكلم. حتى المتحدث الرسمي اعترف ان في تحقيقات هائلة يعني في حالة ذهول ازاي ان النمر دي اخترقت. انتوا بتتكلموا خليكوا اقعدوا حققوا اقعدوا فكروا، بينما هي تعتبر صيدا سهلا جدا بالنسبة لابنائنا. الشيء الاخر اللي بتكلموا ان المحاور اللي عملوها عشان تمزيق القطاع لم تفلح حتى الان، ما عملتش شيء. وايضا معارك الكر والفر، مسألة ان هو يتقدم نفس
الرجال المقاومه الابطال بيسيبوهم احيانا لمساحات، يعني في مساحات طبيعي عشان الزراعات والمساحات الواسعه نفس المقاومه ما بتتقدمش بتسيبها انت متمركز، لان مهم جدا ان الامه تعلم المقاومه ما قالتش في يوم من الايام ان هي هتمنع ان هم يدخلوا، يعني مساله ان هم هنقتحم غزه هنعمل غزه ما حدش قال لهم انتوا مش هتقتحموا هتدخلوا، ما معروف التوبوغرافيا قدامكم، انما اتقال لهم كلمه ان اهلا بكم الى الجحيم، مش ده اللي اتقال من اول لحظه؟ هل يرى العالم الان الا الجحيم لهؤلاء؟ يبقى اذا كل المحاور اللي هم تقدموا عليها الثلاث محاور حتى لما فكروا في الشغل اللي هو من على الشاطئ في النهايه بتنسف كل العمليه دي، وعلى قدر ما يتقدم على قدر ما يتاخر، ولكن بين التقدم والتاخر بيفاجئ احيانا باكمنه نزول خلف خطوطهم، يعني يصبح هو في مواجهه طبعا حسب الخطه المتفق عليها المقدام من المقاتل الفلسطيني اللي وجد ذاته الحقيقيه، وفي نفس الان المجموعه اللي هي دخلت من الخلف، فبيصبح الصهيوني في المركبات بتاعته صيد، يعني بين قوسين للقتل والدمار، ودي الحقائق ما بيعلنوش ده ليه، ما بيعلنوش ده ليه. نيتهم حتى قال انه تخلى عنا رب موسى وهارون. مهمه المساله دي، جميله بقى الذهول، ويمكن دي بقى مهمه يا استاذ سيف تخزق بها عنين الاعداء. ودايما بقول لك اسخر من العدو، يعني اسخر من العدو، زي ما كان البعض يلاسنك في مساله انتوا بتتكلموا في ايه ويهوى ومش يهوى، طب ما هو ده يهوى بتاعهم، ان احد المسميات للاله اليهودي ان هو رب الجنود، ان الجيش الاسرائيلي عندما يتقدم الى معركه، بس عشان العالم كله يعرف مش امتي بس، يسبقه الاله، إله إسرائيل اللي هو يعني شكل الإله الإسرائيلي في حالة الحرب يبقى اسمه يهوى، يلبس الدرع اليهوى، بنسميه الدرع اليهوي على رأي أستاذنا الدكتور محمد خليفة حسن العملاق. طبعا الإله اليهوي لا يسمح بهزيمة الجيش الإسرائيلي، فلما يجي النهاردة قيادات إسرائيل السابقين واللاحقين بيبكوا، بيبكوا حقيقة، دموع دموع حقيقية. بيني جانتس نفسه بكى، قال المشهد مأساوي، المشهد مأساوي، إن إحنا نرى إخواتنا وأبنائنا بيتساقطوا، واللي هو كان شايف فيهم إن دول محميين بمظلة يهوى أيضا. هل إله موسى يهوى تخلى؟ ليه هنا بقى إله موسى؟ احنا عندنا في القرآن العظيم لما ربنا سبحانه وتعالى خاطب سيدنا موسى قال انني انا الله، انني، ولازم نقف بقى اللي هي بقول انني انا، عشان كده قلت الانية الوحيدة في الكون المسموح بها تذكر بالمطلق وبالعظمة وبالمجد هي انا الله، أنا الله، إنني أنا الله، لا إله إلا أنا. سيدنا موسى في التوراة بقى لما عرف إن ده الإله اللي بيكلمه سبحانه وتعالى، فبيسأله لما أرجع لبني إسرائيل أقول لهم مين أنت؟ مين أنت؟ فقال له أني يهوى، يعني أنا الذي أكون أنا، أنا الذي أكون أنا، أني يش أني، أنا اللي أكون أنا، أنا أنا الله. هنلاحظ في التوراة مفيش كلمة الله، دي مهمة جدا، مفيش كلمة الله، يعبر عن الإله، يسمى الإله ب أدوناي السيد، اللي هو في الحال الطبيعي سيد الأكوان والبشر، وفي حال القتال يهوى، في حال القتال يهوى. فهو مندهش ان ازاي يهوى وبحسب النصوص التوراتية اللي بيتقدم صفوف القتال دائما، سواء بقى في مظلة، يتكلموا في مظلة من السحاب، وهو يعني معناها ايه؟ ان القائد الاعلى للقوات المسلحة الاسرائيلية
ليس رئيس الوزراء إنما هو يهوى، الاسم القاتل. وده اللي خلاهم ابتدعوا منظومة هبلتي هنتصحون، ده اللي هو الجيش اللي يقهر. يعني متصورين انه مدام يهوى حارسهم، طيب اتفضلوا ادي القادة بتاعتكم. بيقول هو يهوى اتخلى عننا ولا ايه؟ طبعا اتخلى، لان الحقيقة ان رب السماء والارض يبغض الحاقدين والحاسدين واصحاب الانا المنتفخة الابليسية، ويبغض الذين يرون في انفسهم انهم ملاك السماوات والارض بالنيابة عن الله سبحانه وتعالى، وانتم بتسموا نفسكم الجنس الافتخاري اللي هو شعب الله المختار، زي ما عندنا السلفية كده شعب الله المختار. ما هي دي حقائق، وسيدنا النبي محذر من هذا. نفس النسخة موجودة عندنا، ودي انا بقولها لولا قدر الله الامور انفلتت هتشوفوا وجه اخر في مصر من الخراب والدمار بيعمله الصهيوني المسلم في اخوه المسلم، تحت تصور ان هو بقى دقنه والجلبية والهبلية اللي بيعملوها دي، ان هو ده الاسلام العظمة. زي سؤال بقى، اسمحوا لي سؤال، المخنثون اللي وقفوا في استاد القاهرة في يوم من الايام ويقولوا 500 عالم افتوا بوجوب الجهاد في سوريا، اين هم الان؟ اين هم الان؟ السؤال اطرحه عليك انتوا بقى الشباب الجيل اللي حيشيل الرايه، شاء من شاء وابى من ابى، وبوجهه لكل شباب مصر، خدعوكم ولا مش خدعوكم؟ كذبوا عليكم وتجاروا باسم الدين ولا لا؟ وسفكوا الدماء ونهبوا الاموال، نفس الفكره الصهيونيه، اين هم؟ فين هم؟ فين اللي قالوا سوريا؟ فين اللي دمروا سوريا وخربوا سوريا؟ واذا كان العدو كان يعني متمكن بسبب خيانات في 67 في سوريا، ازداد تمكن والارض السورية ثلثها مجتاحة من هذه الجماعات. فين هم؟ فين هم؟ والجهاد فين؟ فلسطين اهي، غزة تصرخهم. فين هم الجماعات المقاتلة؟ فين هم؟ فين انصار بيت المقدس اللي كانوا في سيناء؟ فين الدواعش؟ فين بقى الاسامي اللي انتوا شفتوها في مصطفى محمود وفي التحرير وفي استاد القاهره والملائكه نازله الله يرحمه بقى سيدنا النبي؟ لا ده قدموا يصلي بسيدنا النبي. فين دول؟ لما بنطرح هذه الامور على الامه عشان تفوق من الخبل الصهيوني الذي دسوه عليكم، نفيق. ثانيا اللعبة نفسها اللي بيلعبها نتنياهو وبيلعبها غيره، ان هو جر الامور كلها الى حرب دينية عشان برضو يعيد زرع الفتنة ضد المسلمين باثارة نزاع السني والشيعي. وقلناها ما حدث في غزة اطفأ نيران هذه الفتنة، ولكن احذر ان هناك في الامة ابراص عهر، أولاد عهر بأمهاتهم بآبائهم، نسل نجس مزروع في وطننا مصر بالذات عشان يشعل حرب بين المسلم والمسيحي وبين السني والشيعي، ومخطط لهذا. وأمريكا أيضا بتدفع ناحية هذا الاتجاه، والهجوم على أهلنا في غزة داخل في ضمن المنظومة دي، لأن مش عاجبهم إن يبقى حزب الله وحماس ملتحمين، إن المقاومة الإسلامية موجودة، المقاومة الفلسطينية موجودة واتمرنت على الأراضي اللبنانية. كل مرة كان بيتكشف شيء حتى لو تدريبات مناورات يتقال هنعيد لبنان للعصر الحجري، عشان بس الكلمة دي اتقالت 6-7 مرات. كل ما يكتشف إن أبناء فلسطين بيتمرنوا علشان مثل هذا اليوم اللي حدث على الأراضي اللبنانية، أخواتهم الشيعي والسني واحد، ودماء الاثنين الآن بتلتقي وبتحتضن بعض، والروحين بالأنفس بترتقي إلى السماء شهداء في سبيل الله سبحانه وتعالى، بعد ما التحموا مع بعض بنزاهة وحب وتجرد. هناك حقراء، أولاد حقراء، خاونة أولاد خاونة، أنجاس أولاد أنجاس في بلدي مصر بتحاول تزرع هذه الفتن مرة أخرى. فانتبهوا انتبهوا، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كلنا لو صغرنا في الكلام ونزلنا، أهلي زملكاوي إسماعيلي ترسناوي محلاوي، في النهاية ده الدوري،
ده الدوري، كلنا واحد، كلنا واحد. يعني ببسطها للشباب بلغة الشباب، إنما في النهاية يطلع واحد عشان يزرع لي فتنة في الأمة حتى بين المسلم والمسيحي، وإن ذهب المسيحي حلال عشان أقاتل به. يعني أنا الأوان بقى الشباب يفيق من الغيبوبة اللي حصلت سنوات مديدات خدعوهم بيها. وأنا بسألكم، أنا حتى بوجه السؤال لحضراتكم، فين الناس دي؟ أنتم مش سمعتوهم بيتنادوا بالجهاد في سوريا و500 عالم، وتحددتم وقتها يقول لي 10 من العلماء دول اللي هو يعني يصنف ان هو عالم، انا مش هقول اسامي من الاسامي النجسة اللي تجرت بدين الله سبحانه وتعالى وحرفت دين الله، نفس التحريف اللي بيعمله الصهيوني بآيات التوراة، هي هي. وهو التوراة بدل بعض الكلام فيها وحرف عن مواضعه بس، بل حرف في التأويل. يعني الفكرة الصهيونية هي نشأت من ايه؟ مش تحريف الكلمة بقدر تحريف الفكرة، ان يأخذ التفسير ويؤوله ويبروزه في صورة اتجاه فكري معين، ان هو انا ومن بعد الطوفان، وانا رب ده نعم الجلبيتي، هو انا افضل واحد واحسن واحد. ولما تشوف التاريخ كل واحد لو جبناه مهازل وفضائح، وفي النهاية الحقراء يطلعوا يتهجموا علينا ويكفرونا ويعملونا انتوا شفتوا زي الوقت طلعوه تلهبة، فين هو؟ فين هو الملعون؟ ولا الضخ الصهيوني وقف اتلهوا في المهازل اللي هم دخلوا فيها؟ فبكل أسف احنا في حرب فكرية وإعلامية، حرب الوعي، الوعي وكي الوعي عند العدو وعند الحبيب، عند الحبيب ليفيق وعند العدو ليحترم نفسه ويقف عند حده، لأنه هو بنفسه يهلك ذاته بذاته. النهاردة واحد نتنياهو هو اللي حاكم على نفسه بالإعدام، هو اللي حاكم على نفسه بالإعدام. فأتمنى تكون الرؤية متبلورة في حقيقة إن حتى الدعاية في الكتمان للأعداد الحقيقية اللي هي بتتساقط منهم دي، مسألة على فكرة قديمة طول عمرها عندهم. في 73 بقيت يخفوا كذلك، يعني الأعداد الحقيقية. من هنا كان أحمد الحملي العظيم عليه رحمة الله، أستاذي اللي بفخر بيه، وعبد الصمد زعيمة، ومحمد خليفة حسن، ودكتور منير، ومجموعة يعني مجموعة قافلة قافلة من العلماء، كان لما بيتحدثوا في كل كهير والمعلومات الاستخبارات العسكرية المصرية تديهم تناولهم بالأرقام الحقيقية وأحيان بالأسامي، يعني مصر كانت بتدلهم انتوا مين قتلاكم في الوقت اللي كان بيخبوا فيه. فده دأب العدو الصهيوني. لا تصالح ولو قلدوك الذهب، أترى حين أفقر عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما، هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى، ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك، حسكما فجأة بالرجولة، هذا الحياء الذي يكبت الشوق حين تعانقه، الصمت مبتسمين لتأنيب أمكما وكأنكما ما تزالان طفلين، تلك الطمأنينة الأبدية بينكما، أن سيفان سيفك، صوتان صوتك، أنك إن مت للبيت رب وللطفل أب. هل يصير دمي بين عينيك ماء؟ أتنسى ردائي الملطخة تلبس فوق دمائي ثيابا مطرزة بالقصر؟ إنها الحرب قد تثقل القلب، لكن خلفك عار العرب، لا تصالح ولا تتوخى العرب. بشكر حضرتك يا دكتور، وبشكر أستاذ أسرع تواجد معنا. وفي الأخير نختم بقول سيدنا الإمام علي عليه السلام، الله المحايد هو شخص لم ينصر الباطل، ولكن المؤكد أنه خذل الحق. نعم، وإلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.